يترقب شارع النجفي بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة لما في ذلك من انعكاس إيجابي على الوضع الخدمي وتنفيذ المشاريع المتوقفة في المحافظة، ويعول النجفيون على تفاهمات الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. جدل وسجالات سياسية خلفت حالة عدم التوافق في تشكيل الحكومة الجديدة، بل وأدخلت المشهد السياسي فيما بات يعرف بالانسداد السياسي الذي سرعان ما انعكس على حياة المواطنين وتعليق تقديم الخدمات لهم بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة. يوم الانسداد السياسي أثر تأثير كبير على المجتمع العراقي. المتضرر الوحيد في هذه الانسداد هو الشعب العراقي. هناك شرائح منتظرة تشكيل الحكومة وإقراء الموازنة. من خلال القنوات الإعلام النواب اللي جدد اللي صعدوا والمستقلين أن يساهمون في الإسراع في تشكيل الحكومة وإدراج الموازنة. ويرى مراقبون أن تعرج الحلول وتجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة عرقل عشرات المشاريع الخدمية والقوانين التي تقدمها الحكومة كمقترحات لتشريعها برلمانيا. أكيد سيلقي الانسداد السياسي بظلاله على الشعب وعلى مصالح الشعب وما يحتاجه من قوانين تساعده في تسيير أعماله اليومية، ولكن بالأصل الانسداد السياسي يرافقه ما يسمى بالإرباك السياسي. نحن نعاني بأن الحكومات المحلية هي إنتاج عام 2014، انتخابات 2014، والبرلمان الحالي هو إنتاج انتخابات 2021، والحكومة تصرف الأعمال هي إنتاج انتخابات 2018، وبالتالي هناك خلطة غير متساوية غير متفاهمة غير متجانسة ستلقي بظلالها حتما على تشريع القوانين. ويبدو أن مصطلح الانسداد السياسي الجديد أصبح مرهونا بالتوافق الذي يبدو أصعب التكهنات اليوم، لكنه قد يكون قريبا أول الحلول للاتفاق وتشكيل الحكومة الجديدة. أي كتلة من الكتل غير قادرة على تشكيل الحكومة عن طريق تكوين الأغلبية داخل قبة البرلمان، يطلب منا أنه نبدأ بالتوافق بين تلك الكتل حتى أنه نوصل إلى مرحلة من خلالها القيام بتشكيل الحكومة. الانسداد أو التوافق ليست بالحلول، لكنها البدائل لعملية سياسية أصبحت مساراتها أصعب من خياراتها المفقودة اليوم. قد يستمر الانسداد السياسي وحالة بقائه أو إنهائه باتت مرهونة بتفاهمات الكتل السياسية التي من المفترض عليها تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية. تحسين الشقناة الرابعة، النجف الأشرف.